أستاذ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ أولا في البدء كنشكر القناة ديالتكم خلالكم كنشكر جميع الصحفيين عبر ربع المملكة اللي باعتبارهم هم الوسيلة والقاطرة كتوصل الصوت كل من هو كيعاني من أي شكل من أشكال الحيف. وبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم فمعكم الأستاذ وحيدة عبد الرزاق رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين كاتب عام للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب. فحمل الشارع اليوم كيجي كشكل من أشكال النضالية اللي سطرتها الهيئة الوطنية من خلال البيان ديالها الأخير واللي غتليه إن شاء الله الرحمن الرحيم مجموعة من الحركات الاحتجاجية اللي كتجي ردا على مسودة التي تم تسريبها واللي كتعلق مسودة مشروع قانون منظم مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب. ما أثر استغرابنا في هذه المسودة ليست لأننا نرفض أن يكون هناك تعطير قانوني للمهنة، بل نريد أن يكون تعطير، لكن هذا التعطير يراعي الأوضاع، يراعي الجوانب القانونية، الجوانب الحقوقية. لكن ما لاحظنا من خلال المسودة أن غيابت مجموعة من الأمور التي نصت عليها أصلا المواثيق الدولية ونصت عليها نص عليها الدستور. كان بالنسبة للنقاش كان عندنا مع هاد خلال اللجنة ديالتنا مع الناس ديال المتين وزارة العدل، وهاد النقاش اللي كان استمر لما يفوق 5 سنوات اللي سطرنا من خلاله واحد مجموعة نتاعت البنود نتاعت مسودة مشروع قانون منظم المهنة، إلا أننا كنتفاجئوا بأن ما تم تسطيره وما تم الاتفاق عليه من خلال المسودة المسربة يخالف ما تم الاتفاق عليه، فهو اقحموها. هناك بنود تم حذفها، هناك بنود تم تغيير مضمونها. فإذا كنا نتحدث عن شكون كظن وراء هادشي؟ لا نعلم، ما يمكنناش نقولوا شكون كيكون وراء هادشي، وإنما حنا تنقولوا بأن إذا كان هناك واحد القانون غينظم واحد المهنة من المهن وحسب ما نص عليه الدستور فيجب أن يكون مبني على المبدأ التشاركي. إما حتى نقول مبدأ التشاركي يعني أننا كنتوافقوا على واحد الحاجة اللي غادي غدا تلزمنا، أما أننا خرقنا مبدأ التشاركي وصبحت إذن فهاد المسودة صبحت بالنسبة لنا لاغية لأنها خالفت الدستور، خالفت الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. ما يمكن شحال بكم دابا الأشخاص اللي محتجين؟ حنا بالنسبة لنا المغرب كله كيحتج حاليا، ماشي غير جهات المكنسة الرشيدية، بل 13 مجلس جهوي في المغرب تيحتج. شنو الطلبات ديالكم؟ الطلبات ديالنا هو سحب هذه المسودة وفتح نقاش جدي بخصوص مسودة مشروع القانون على أساس أن تكون الهدف من ورائها هو الوصول إلى قانون توافقي مبني على مبدأ تشاركي يحترم حقوق الأطراف. نعم، الشعار ديالكم هو هذا الشريط الأحمر. الشعار ديالنا هو أن الكرامة حط أحمر. نعم، الأساسي عندنا في الغنبلي ولي النقاش إن شاء الله هو أن تكون مسودة مبنية على احترام حقوق الإنسان، احترام المواثيق الدولية، احترام الدستور، احترام الكرامة. نعم، لا للميز المهني. شكرا أستاذ. لا